الاوتوبيس وبغينا ترونسبور الدراري وبغينا الضو الطريق تكون قاده حيت شحال من واحد كليسه في هذه الطريق هذه. كنبغي نجاوب بلي ما بقاش نقدروا نخرجوا ولادنا في الليالي كتكون الساعه عرفتي من 8 الى خارجين تنخافوا على بناتنا وتنخافوا على ولادنا تاع عندك. الطريق تنبغي نركبوا ما تلقاو حتى معاه من نركبوا تنمشيو على رجلينا تنمشيو في الحراره البرد الشتاء ما تلقاوش فاش نركبوا تاع عندك. وطلبنا بالطوبيس مشينا للقياده زعما راه محمد 10 راهي قريب ماشي بعيد ولا شي حاجه ومشينا للقياده وطلبنا بالطوبيس وقال لك دابا يخرجوا الترونسبور ما شفنا والو. داك يجي كثار ماشي قلال كثار تبارك الله فوق 50 واحد كيمشيو وما تلقاوش فاش يمشيو فاش ساعه ولا ساعه الا ربع ديال الطريق وهما باش يخرجوا هما واقفين مشمشين ولاو حالتهم مشموشات. حنا الدوار من عاد من طوبيس من طريق من ضو بزاف الحوايج حنا عينا حنا كلشي دواور جاو كنا هي لا حول ولا قوه الا بالله. عندنا وليداتنا كيقراو في المحاميد المحاميد سبعه كيقراو في ظافاك عندنا وليداتنا قاعدين ما قيناش كنديروا اليوم. انا عام الاول مشيت تعرضت لبنتي تعرضوا ليا جوج علي ما كريساوني انا وبنتي كل ما واحد السيد لا اله الا الله. الطريق بينا فيها الضو وبينا فيها المركب لولادنا راه ولادنا مكرفسين اخر درجه فهمتي. وليداتنا كيديروا اوتو ستوب كاين طالبنا بالترونسبور المحاميد 10 قالوا لك لا ما نحقكمش فهمتي. قالوا لك لا خصها تمشي للسعديين مثلا السعديين مثلا كاين ترونسبور السعديين مثلا الا بغيتي نتبع انا بنتي نسول عليها واش ممكن نضرب هاد الدوار من هنا حتى للسعديين علاش ليا انا بنتي كتخاف من حميد 10 كنمشي في بيكا لكن نهار اللي كتبيسيها في بيكا كنت مجرة ماشي غير بنتي كاينين بزاف البنات بزاف الحوايج هنا راه كاين خاصو ترونسبور خاصو توبيس مثلا نقول لك واحد الحاجه اللي بنت الا صبحات لك هي بنتك ولا ولدك مريض خص الراجل يمنك الخدمه ديالو باش 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 هو يديك للسبيطار تشديها الطريق هذه مع ولا تشديها على رجلي واش كاين حنا كنهضروا على حقنا ماشي كنهضروا كاينين بزاف تاع دواوا وعندهم الطوبيس راه في الجبل عندنا حنايا وعندنا الطوبيس وعندنا الطاكسيات وعندنا شحال من حاجه. انتم انا محرومين من كل شيء من كل شيء والله الوطن الملك نهار ما تيكونش عندنا باش نخلصوا ترونسبور اللي قلتي مشي علاش كيدير اوتو ستوب ما تعرفي ولا تكرفس اي شي واحد سكت تقدري معاه انت يا بوحدك تقدري تمشي بوحدك هذيك المسافه راه ساعه ديال الطريق ولا ساعه ونص باش توصلي للسعديين كتسين لينا وليداتنا هنايا وطحنا هنا بلا نمشيو شي بلاصه. مكرفسين مكرفسين ولادنا ما كاينه خير لا ترونسبور لا حتى شي حاجه حتى نهضروا على حقنا ما كاينش اللي كيديها فينا. مشينا على ترونسبور على ترونسبور مشينا وجينا وشدينا المركوب ومشينا شحال الناس تجمعوا ولكن ما كاين حتى شي حاجه مشينا جميله مشينا مع المقاطعه درنا الطلب على حساب الطوبيس ولكن ما كاين والو. حاليا حنا كنقولوا ما كاين والو كيقولنا هذا العام العام الجاي العام العام الجاي حاليا ما كاينش الناس الجامعه الناس الجامعه كيقولوا كيقنعوا هنا كيقولنا ايه راه كاين ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله غادي يكون خير ولكن امتى وبين السبيطار ما تلقاوش فاش نجلبوا ما تلقاوش الا ولدو ولادنا مراتي سخانه ولا اي حاجه اللي جاتهم خصنا نمشيو حتى للقياده مره لقاو فيه لي ضرب كل مره شفنا لقاو فيه خاصنا السبيطار هنايا خاصنا شي مدرسه لوليداتنا باش تكون قريبه. هذيك حتى السعديه راه بعيده علينا بزاف وعندنا البنيات بغينا نشوفوا شحال مسافه بينكم وبين السعديه بعيده راه ترونسبور كتجي من هنايا اللي ما عندوش مسكين 2600 هنا السعديه واللي ما عندوش واش يدير يموت في الشهر 2600 في الشهر شحال من كيلومتر تقريبا بحال هكا 6 كيلومتر وعلى حنا هاد الاولاد ما نقريوهمش نقعدوهم اش بغينا نديروا لهم انا بعدا انا براسي عندي من 21 يوم خصني يدينا للسبيطار انا الاولى عندي السكر عندي الساعه تندير نتاعها تندير لها نسول فينا هو السبيطار اجا ما داني شحال مره نبقى بلا تنطيح تدعو ديال الزينين يما بحال هكا تيهزك من صورة تجي تصدر يقول لك علاش ما تجيب هاد لابيلانس فينا نجيب هاد لابيلانس وراه محروم من كل شيء من الطريق من كل شيء محروم حنا محروم ما كاين حتى تجيب لابيلانس على شحال طوي عليها على شحال انا اللي قدامك مرض ليا ولدي شنو بغينا نعيط لابيلانس ساعتين هذا التسويع هي انا تشادي ثلاث سوايع وانا كنتسنى لابيلانس وما جاتش وفي الاخر طلبت راجل دا ليا ولدي تاع المامونية طوموبيلتو ثلاثة سوايع انا كنتسنى لابيلانس عيط لها ليها اربعة د الوامر وقعت لي شي حاجة مثلا قدر الله داك الولد في ديك اللحظة فاش هزو داك الراجل في طوموبيلتو مات حسوب على راجلي هذا اللي هزو يعني انا شغل ندير راه حشومة عليهم هذيك هي لابيلانس مو لابيلانس كاينة حدانا ولكن ما تيجاوب باللي ساليت جيت من الطبيب دوزت الاول جيت للدار عاد عيط لي من راسك قال لي اش بيتي انت قلت لك انا ما مساليش خاطر التليفون
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.